بسم الله توكلنا على الله. الله يحفظك. هذا كتكات أول هدة له. بنجرب الوضعية هنا. عاد أول مرة فيها مخاطرة شوي. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والله هذا طلعته في البيت سوى حركات مخيسة. فأنا خايف منه بصراحة. أول شيء خلنا نسخن كتكات. تعال حبيبي تعال. تعال. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. يلا الحين بنجازف ونشوف شو يصير. بسم الله توكلنا على الله. استودعك الله. يلا كتكات حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. تعال 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 تعال. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. اول هده حلوه طبعا. اللخم هو في البدايه. ما عليك الله ما عليك. ادري انك خايف والله وصغير. تعال يا قلبي تعال. تعال يا عمري. يلا ما شاء الله تبارك بعد عمري وقلبي انا استاهل استاهل يا قلبي. بس برضو يبين واحده ثانيه. تعال 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 تعال. لا تطيح يا بعد عمري لا تطيح. تعال تعال هنا تعال. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. تعال يا قلبي تعال. ما شاء الله حلوة هذه حلوة. بس لا تلعب في السيارة يا كابتن. لا تلعب في السيارة حبي. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والله ما قصرت ما قصرت. ترتاح ترتاح هنا ونشوف. تعال 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 تعال. والله معني ما أثق فيك لكن الله يستر. تعال تعال. خلص يا شيخ. هو في السيارة جاية. تعال يا شكله بيسوي حركة. شكله بيفلم. والله عندي إحساس إنه بيفلم. بس أي نوع من الفلم. تعال يا كابتن كيوي. تعال كيوي كيوي. هذا قامتها بعد عمري. خلاص بريحك بريحك كيوي. قايلكم انا قايلكم. تعال شفتوا قايلكم طار راح.
حبيبي الله شاق اللع البطل قلبي والله عندي احساس انها بيفلم والله ماشي مليونين تعال كيوي وشك مسرع تعال حبيبي تعال تعال الظهر ما البريك عنده طبعا فاصل تعال تعال قلبي تعال 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 ما شاء الله تبارك الله تعال 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 هد 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 ما شاء الله تبارك الله كيوي ما شاء الله تبارك الله والله انا قلت راح قبل شوي انطلق انطلاقه مو طبيعيه تعال قلبي تعال 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 يا عمري تعال تعال قلبي تعال والله انا مرتاح كيوي والله وشح اقلع بشكل مو طبيعي كيوي وداعية يا اخر ليلة تجمعنا ما عاد فيه اي اثر تعال حبيبي تعال والله العظيم مو طبيعي ما شاء الله تبارك الله والله راح راح هد الله يلعن ام راسك تعال تعال قلبي تعال تعال قلبي تعال تعال والله العظيم انك انت صراحه انت بصاحي يا اخي ايش فيك انت ها قسم بالله انا قلت راح لاني حاط في بالي ذا الشيء والله العظيم فمن اول هي خربانه معي لكن ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد انت خلاص طيران ما عاد فيه دور لك خوي ها الحمد لله الامور طيبه اتوقع كذا ضبطك اليوم حلوين طيبين كذا يعني بصراحه يعني اقول لكم شعوري بصراحه بصراحه والله قلت الطير راح فعلا يعني لانه وين دز كذا ما عاد لها اي صوت فكر في الاكل وفكر في الابره وفكر في الشغل تعال قلبي تعال يلا تعال وش ذا اللي يطير ورا تعال تعال هنا تعال انت مخ ما فيه لكن رجع يعني شلون ما ادري يلا البيت أه.